هنا في واشنطن إيقاع الحياة والناس يسابق دقات بوصلة الساعة، عام رحل وآخر انطلق. عنها نستطلع وراء الشارع الأمريكي عن ما هي أبرز أحداث العام الماضي التي أثرت عليهم وما الأمنيات في العام الجديد. أعتقد أن أبرز حدث في العام الماضي كان الإغلاق الحكومي الذي أثر على كل فئات المجتمع، وما أتمناه من العام الجديد أن تتجاوز الحكومة الأمريكية تلك المشاكل الاقتصادية. الاختلال الوظيفي في الكونغرس كان شيئاً محبطاً للغاية، فخاصة أن الحزب الجمهوري وقع بأخطاء كبيرة، حيث كان من المفروض تفادي تعطيل الحكومة لأنه أثر علي بشكل كبير. الأزمة المالية العالمية والحروب التي حدثت في أرجاء العالم، أنا ضد هذه تماماً، أتمنى السلام لكل العالم. إحنا نتمنى أنه يكون أحسن، بس يعني ما في بشائر خير. أما هنا في جادة بنسلفانيا، ومن هذا المبنى الأبيض من خلفي، فجملة من الملفات السياسية الساخنة تنتظر عودة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من هاواي. الكل يبدو منهمكا في صراع مع الزمن ومع التنبؤات، لكن يبدو الشيء المثير في توقعات السنة الجديدة وحسب المراقبين في واشنطن هو القضايا السياسية والقراءة الاستشرافية للمستقبل في ظل الأزمات التي حدثت في عام مضى. أعتقد أن الملفات التي أثرت بي شخصيا هي المشاكل في أفغانستان والتي لم تحل، ثانيا دول الربيع العربي التي ما زالت الولايات المتحدة تحاول بجهودها الدبلوماسية إنهاء المشاكل العالقة خاصة في مصر، وأتمنى أيضا أن تتعامل واشنطن مع الملفات الاقتصادية الأخرى في الدول الآسيوية، وكما ذكرت سلفا نحاول إنهاء المشاكل العالقة في باكستان. ملامح للقلق ترسم كلماتها تاريخ أول يوم من عام جديد لا هدنة فيه للموت أو الصراعات في عدة مناطق من الأرض، أزمات كلها تنتظر رؤى أمريكية لفك تعقيداتها أو المساهمة في تسويتها. الانتقادات التي أسمعها من كل المسؤولين التي تحدثت معهم، وهي قضية كبيرة يجب على البيت الأبيض أن يسلط الضوء عليها أكثر، وهي سوريا. كما تعلم الخط الأحمر في الملف السوري، لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوة فعلية تجاهه. الإسرائيليون ما زالوا قلقين، وبعض الدول العربية الصديقة لنا ما زالت قلقة أيضا حيال قضية سوريا، والتي يجب على واشنطن أن تضع الحلول المناسبة والفعلية لها، ليس بالحرب طبعا بل بالدبلوماسية. بين استذكار أزمات 2013 والتفكير فيما هو آت، تحديات صعبة تنتظر الدبلوماسية الأمريكية، فشريط الأزمات يمتد من سوريا إلى جنوب السودان، ويبقى المحللون والمراقبون يترصدون ما قد يصدر من إشارات وتصريحات من البيت الأبيض تمنح إضاءات هنا أو هناك. زياد طارق لبرنامج اليوم على الحرة، واشنطن.